السيدات والسادة رؤساء التنظيمات المهنية، حضرات السيدات والسادة، بكل مشاعر الاعتزاز والتقدير يسعدني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم جميعا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجارة مراكش أسفي بمناسبة افتتاح فعاليات التظاهرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار الفاعل الاقتصادي في صلب التنمية الجهوية. وأود بهذه المناسبة أن أشيد بالحضور الفعلي لمعالي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والذي أعتبره شخصيا بمثابة رسالة قوية تعكس بجلال اهتمامه المتواصل قصد إنجاح المسار الذي ستعتمده الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية الثلاثة: التجارة، الصناعة، الخدمات. كما أن المساهمة الفعلية لكل من السيد والي جهة مراكش أسفي والسيد رئيس جهة مراكش أسفي يعد بمثابة دعامة أساسية لبلورة هذه التوجهات الاستراتيجية وإنجاح هذا المسار في بعده الجهوي، تماشيا مع روح التعليمات الملكية السديدة والنيرة. ولا تفوتني الفرصة أيضا دون أن أعبر عن أرقى عبارات الشكر لكافة شركائنا والتنظيمات المهنية على انخراطهم الفعال وتفاعلهم بكل مسؤولية قصد إنجاح هذه المحطة ذات البعد الاقتصادي. كما أن الشكر موصول معالي الوزير إلى مصالحكم المركزية والإقليمية في شخص مديرتها ومندوبها الإقليمي الذي واكبنا منذ البداية في مختلف مراحل التهيئ والتنظيم لهذه التظاهرة الاقتصادية الهامة. معالي الوزير، إن الشعار الذي تم اختياره لهذا اللقاء الاقتصادي الهام يبرز المكانة المتميزة التي يحظى بها الفاعل الاقتصادي ودوره الرئيسي في مسار إنجاح مسلسل التنمية الجهوية. ومن هذا المنطلق يأتي هذا الحدث الاقتصادي تتويجا للمقاربة التي اعتمدناها بتناسق مع تصورات وزارتنا الوصية التي تحث على الإنصات والتواصل المستمر مع مختلف الفعاليات والاقتراب أكثر من منتسبينا لتشخيص حاجياتهم وانشغالاتهم، وكذا امتلاك رؤية استباقية بخصوص الحلول الممكنة لتجاوز كافة الإكراهات والمشاكل التي تعترض تطوير هذه القطاعات الاقتصادية. وتجسيدا لهذه المقاربة الناجعة، فقد انخرطت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي في هذا التوجه من خلال إشراك جل التنظيمات المهنية المنتمية لمختلف مناطق جهتنا باعتبارها صلة وصل مؤسساتية تهتم بالدفاع عن المصالح العليا لمنتسبيها. كما أثبتت المقاربة التشاركية التي اقترحتموها لنا معالي الوزير مدى نجاعتها، وهو ما يؤكده النجاح المتميز الذي شهدته فعالية اللقاء التواصلي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي يوم الخميس 21 مارس الجاري بمقرها الرئيسي، والتي شارك في إطرائها أشغال أزيد من 250 مشارك يمثلون من مختلف التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء الغرفة في إطار الاستعداد الجيد للمناظرة الجهوية التي تنعقد اليوم تحت إشرافكم. واستحضارا لهذا النجاح ارتعينا عرض فيلم وثائقي يتناول بالتفصيل كافة الأشواط التي قطعتها غرفتنا بخصوص الاستعدادات التنظيمية والتقنية المتعلقة بهذا الحدث الاقتصادي الهام. معالي الوزير، تأكيدا وترسيكا لنجاعة المقاربة التشاركية السالفة بالذكر، فقد تمكنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي من دراسة وتحليل كافة الاستمارات التي تمت تعبئتها من طرف منتسبي الغرفة والتجمعات المهنية
التي تمت تعبئتها من طرف منتسب الغرفة والتجمعات المهنية، والتي تناولت بالتفصيل تحديد إكراهات القطاعات الاقتصادية مع تقديم المقترحات لتجاوزها ومعالجتها. وبلغة الأرقام، فقد وصل عدد الاستمارات التي تمت تعبئتها من طرف التنظيمات المهنية إلى 360 استمارة. وفي هذا الصدد لا بد أن أعبر عن تشكراتي الخالصة لكافة التنظيمات المهنية بمختلف مناطق الجهة على تجاوبهم التلقائي وتفاعلهم البناء مع هذه المقاربة التشاركية ومواكبتهم لنا لإنجاحها. معالي الوزير، إن قراءة سريعة للإحصائيات الرسمية لوزارتكم الموقرة حول قطاع التجارة تبرز بوضوح بأن هذا القطاع يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بعد قطاع الفلاحة، ويمثل 13% من الساكنة الناشطة بالمغرب، أي تقريبا ما يناهز 1,300,000 شخص. وعلى مستوى خلق الثروات، يصنف هذا القطاع الحيوي في المرتبة الثالثة من حيث الناتج الداخلي الخام، وذلك بقيمة مضافة بلغت 84 مليار درهم في نفس السنة. كما يتميز قطاع التجارة بهيمنة تجارة القرب التي تعتبر القناة الرئيسية لتوزيع السلع والاستهلاكية. وتمت الوحدات التجارية وتمثل الوحدات التجارية بنسبة 58% من رقم المعاملات القطاع، ونسبة 36.9% من فرص التشغيل، ونسبة 80% من نقاط البيع. غير أن تنمية تجارة القرب يرتهن مستقبلها برفع العديد من التحديات وتجاوز الإكراهات، وهي الخطة المستقبلية التي تعمل وزارتنا الوصية على إرسائها مختلف محاورها بتشاور مع كافة الشركاء والمهنيين. معالي الوزير، إن لقاءنا اليوم يأتي في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم فعاليات المناظرة الوطنية للتجارة التي ستنعقد بمدينة مراكش، باعتبارها مؤسسة مواطنة وحاضنة لهذه القطاعات الحيوية الثلاث، تسير في اتجاه ترسيخ ثقافة التعاون والتشاور والتنسيق مع كافة التجمعات المهنية التي أعتبرها شخصيا رافعة أساسية لإنجاح كافة الطموحات والوصول إلى مسار التميز، وهو هدف نبيل وغاية مثلى نعمل جاهدين على تحقيقها. وفقنا الله جميعا لما